يا حسين انت بحياتي لا اليوم ولا أنيس سيدي العيشة بدونك والله ما تسوى فيليس الهوى ما اشتم انا انت لو ما بي احيس والله لو ما يضوى وجهك ما شفت نور الشمس وجهك مضويها انت لو ما بيها والله ما زاويها بحفنتي تراب وجهك مضويها انت لو ما بيها والله ما زاويها بحفنتي تراب حفنتي ترى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين أسعد الله أوقاتكم بكل خير وهذه حلقة جديدة من برنامج أنا مع الحسين أحبة المشاهدين نطلع عليكم من خلال هذه الحلقة المباشرة بعد الاتصالات والرسائل الكثيرة من الأخوة من مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية اللي اتصلوا لطالما كثيرا لاستمرار برنامج أنا مع الحسين لتسجيل أسمائهم على راية الإمام الحسين عليه السلام والكثير من الحوادث حصلت معهم لمجرد كتابة أسمائهم على راية الإمام الحسين عليه السلام سنتطرق لها إن شاء الله في الحلقات المقبلة إن شاء الله وستكون لنا استضافة لبعض الأخوة اللي كتبت أسمائهم على راية الإمام الحسين عليه السلام وكما عودناكم أحبتي المشاهدين أن نذهب وإياكم لزيارة الإمام الحسين عليه السلام قبل البدء بالحلقة فخلوكم ويانا خلينا نتوجه للإمام الحسين عليه السلام للزيارة السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم أحبتي المشاهدين أكيد هذه الزيارة مثل ما عوداكم أن تكون أيضا نتوجه لزيارة أبي الفضل العباس السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا ساقي عطاشة كربلاء ورحمة الله وبركاته أكيد أحبتي المشاهدين أنه هذه الزيارة خاصة لكل المشتركين الداعمين لقناة الإمام الحسين الفضائية ومن أوصانا بالدعاء من خلال الاتصال أو الرسائل انقطعنا وياكم خلال الفترة اللي فاتت محرم والسفر انقطع لمدة شهرين البرنامج لأسباب كثيرة ومنها تغطية زيارة الإمام الحسين عليه السلام والأربعينية يعني نتحدث قليلا حول البرامج أو أهم البرامج اللي طرحتها قناة الإمام الحسين الفضائية وبجهودكم المشكورة بجهود الأخوة المشتركين الداعمين لقناة الإمام الحسين الفضائية نبدأ ببرنامج مشاية بث لمدة 60 ساعة والطريق يوحدنا 40 ساعة وبرنامج الأربعينية وأيضا محاضرات دينية من مكتب السيد صادق الحسين الشيرازي لمدة 9 ساعات وحي على العزاء 10 ساعات وبعض المحاضرات الدينية لسماحة الشيخ عبد الرضا معاش وسماحة الشيخ عبد الحميد المهاجر من أستراليا ومن سيدني وأيضا بعض البرامج من الشعائر والآذان وعاشوراء وعزاء بني أسد هذه نعد عليكم البرامج لمدة 171 ساعة وأيضا 10360 دقيقة خلال شهر محرم هذه الدقائق كلها كانت في خدمة أهل البيت عليه السلام وبثت لجميع أنحاء العالم وهذا بالنسبة ل القناة العربية لكل أنحاء العالم بإمكانهم مشاهدة القناة وأيضا هذا البرامج التي بثت
من خلالكم ومن خلال دعمكم. هذا بالنسبة لشهر محرم. ننتقل إلى شهر صفر. أيضا أدنى الطريق إلى الحسين وبرنامج الأستاذ محمد علي الربيعي، 20 ساعة الطريق و11 ساعة برنامج الأستاذ محمد علي الربيعي، وشغف ومنصة، وأيضا بعض البرامج الأخرى التي بثت على قناة الإمام الحسين من ضمنها ما بعد الأربعين لمدة 5 ساعات وعشرين ساعة وأربعة عشر ساعة وعشر ساعات وأربعة عشر ساعة أيضا وعشر ساعات وعشرين ساعة، المجموع لهذه البرامج بالإضافة إلى برنامج طريق المشاية الذي بث بشكل بث مباشر على قناة الإمام الحسين لمدة 120 ساعة، المجموع الكلي يصبح 2294 ساعة، أي ما يقارب 17640 دقيقة خلال شهر صفر. وأيضا بجهودكم المشكورة، يعني من خلال دعمكم احنا قدرنا أن نوصل صوت الإمام الحسين إلى هذا المستوى وبالبث المباشر. أيضا خلي نرحب بزميلنا السيد عماد. أهلا ومرحبا بك يا سيد. السلام عليكم أستاذ مصطفى، حياكم الله. السلام عليكم طبعا من رخصتك. السلام عليكم أخوتنا وأخواتنا، وأسعد الله أيامكم في كل خير بذكرى ولادة نبي الرحمة أبي القاسم محمد أبو الزهراء سلام الله عليه. وحياكم الله. طبعا صراحة فرحنا أنه نعاد البرنامج من جديد، لأن أنه انقطاعنا كان لمدة شهرين، وانقطعنا عن الخدمة لكم أو في خدمتكم، لأن احنا تعودنا أنه دائما نكتب أسماءكم بالنسبة لنا لقضاء حوائجكم على راية الإمام الحسين أبي عبد الله الحسين. وإن شاء الله يا رب أنه البرنامج عاود بالبث المباشر الأسبوعي، وإن شاء الله يا رب نكون دائما وإياكم على تواصل، ونرجع من أول وجديد وياكم على الواتساب أو مع الاتصالات، ونكون بخدمتكم. نعم سيدنا، قبل يعني قبل قليل أنا تحدثت للسادة المشاهدين حول أهم البرامج اللي قدمتها قناة الإمام الحسين الفضائية خلال فترة انقطاعنا عن البرنامج، ولكن وضحت أيضا أني بسبب كثرة الاتصالات والرسائل التي ترد لقناة الإمام الحسين، وخاصة برنامج كن مع الحسين بالاستمرارية لبرنامج كن مع الحسين، وإن شاء الله راح نكون في خدمة إن شاء الله المشاهدين بتسجيل أسمائهم على راية الإمام الحسين عليه السلام. إن شاء الله السلام. يا رب نكون بخدمتهم، وإن شاء الله يا رب إنه هذا الشيء ما راح ينقطع، لأن إنه اتفقنا ويا إدارة القناة إنه هذا البرنامج ما ينقطع نتيجة لإلحاح السادة المشاهدين أصحاب الحوائج طبعا. نعم أكيد، إن شاء الله يا رب نكون في خدمتهم. إن شاء الله راح نستمر وياهم ويا المشاهدين، وبإمكان السادة المشاهدين أيضا من الآن يعني لو تعرض أرقام هواتفنا على الشاشة على مود بإمكان الأخوة المشاهدين، نعم أرقامنا موجودة أسفل الشاشة، بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل عبر أرقامنا الموجودة أسفل الشاشة للتواصل معنا ولتسجيل أسماءكم على راية الإمام الحسين عليه السلام. إحنا خلال هذه الفترة اللي انقطعنا بها كثير من الرسائل اللي جتنا، وأيضا احتفظنا بها، وراح يبدي السيد عماد إن شاء الله بكتابة هذه الأسماء، لكن بعد هذا الفاصل. اختر الآن المبلغ الذي يناسبك للتبرع به كي تساهم في نشر الثقافة الحسينية ومعارف أهل البيت عليهم السلام في جميع أنحاء العالم عبر قنوات الإمام الحسين عليه السلام الفضائية. يمكنك اختيار إحدى الطرق التالية لإيصال التبرع للقناة: أولاً عبر شركات التحويل المالي أو الصيرفة من جميع أنحاء العالم إلى كربلاء المقدسة باسم عباس محمد علي، ومن ثم إرسال رقم الحوالة إلى الرقم التالي. ثانياً تحويل المبلغ عن طريق شركة الطيف، الحساب الجاري لمصرف الرافدين، اسم الفرع المنصور، رقم الفرع 57، الاسم قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية، طبيعة الحساب شركات، رقم الحساب 31389، الرقم المصرفي الدولي الموحد IQ39RAFB0570100003189. ثالثا أو ابعث برسالة تتضمن عبارة أنا مع الحسين عن طريق الواتساب
أو رسالة الاسماس إلى الرقم التالي. رابعاً، تحويل المبلغ عن طريق باي بال. خامساً، تحويل المبلغ عن طريق التطبيق الخاص لزين كاش. سادساً، تحويل المبلغ عن طريق التطبيق الخاص بمجموعة قنوات الإمام الحسين عليه السلام الفضائية. سابعاً، الاتصال على المندوبين داخل العراق. ثامناً، التحويل من جميع أنحاء العالم إلى رقم حساب القناة في أمريكا. تاسعاً، الاتصال على المندوبين في أنحاء العالم: الدنمارك، النرويج، أمريكا، بريطانيا، استراليا، فنلندا، كندا، ألمانيا. عاشراً، وكذلك يمكنكم التبرع وتسليم المبلغ مباشرة إلى المقر الرئيسي للقناة في كربلاء المقدسة الكائن في منطقة ما بين الحرمين الشريفين، بداية شارع الإمام علي عليه السلام. قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية، إشراقة حسينية تنير الآفاق. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين، وأيضا فرحانين بعودتنا لبرنامج كن مع الحسين لتواصلنا وياكم، وأيضا استقبال الرسائل وكتابة أسماءكم على راية الإمام الحسين عليه السلام. سيد عماد، نبدأ بكتابة الأسماء كثيرة. نعم مباشر. إن شاء الله راح نبدي بفاطمة أحمد محمد. أحمد محمد، محمد أحمد بعد؟ لا، هي فاطمة محمد أحمد. نعم نعم. وزينب علي وسمية علي. نعم. وحسين علي. زكي. نعم. علي وحبيب علي ومحمد علي وعبد الهادي علي وعبد الله وجميل علي. نعم. وخليفة علي، خليفة عفوا. نعم. ومكية يوسف، أحمد حسين، معتوق خليفة، مصطفى عبد الأمير علي، نور محمد، وأمير وملك. نعم. أميرة علي وعبد الله زكي. نعم. وجنان زكي وزينب زكي، علي زكي، نعم نعم. عندنا فاتن جبار من بعد فاتن زكي. اي فاتن، فاتن جبار، فاتن جبار، جبار. نعم. نعم. وفاطمة محمد، فاطمة محمد. نعم. وجاسم محمد، جاسم محمد. وعبد الوهاب محمد ونور، نور محمد ومحمد عبد الوهاب وعلي حسين ومحمد حسين ومحمد حسن وحسين علي، حسين حسن عفوا، حسين حسن واستبرق حسين وعبد العزيز ومنتظر ومهدي.
نعم أحبة المشاهدين، مثل ما تشاهدون نسجل أسماء الأخوة اللي تدزلنا رسائل أو يتصلون، فبإمكانكم المشاركة في كتابة أسماءكم على راية الإمام الحسين عليه السلام من خلال أرقامنا الموجودة أسفل الشاشة. بإمكانكم الاتصال أو إرسال الرسائل لكي نكتبها على قناة لكتابتها على راية الإمام الحسين عليه السلام. نعم عندنا فاطمة. فاطمة حبيب، ورباب محمد، نعم، وعلي حبيب، وآية، وبتول، أحمد، ويقين محمد، بنين محمد، وقاسم، وباسم. عندنا أيضا إيمان، إيمان مطلق، وأنوار مبارك، نعم، ومريم، مريم حجي، فاطمة عبد الهادي، ونور، ومحمد، وعبد الله، وزهراء. أيضا عندنا آمنة أحمد، نعم، ومبارك علي، وأسماء، وإيمان، وجوني، وفاطمة، فاطمة محمد، وفاطمة شريف، وفاطمة سعيد، عفوا فاتن سعيد، فاتن سعيد، ونسرين عبود، أيضا ميسون أمين، وستور أحمد، وأحمد الخفاجي، وأم علي، وشروق، وحوراء محمد، وشفاء، وعلي. للشفاء عذرا، نعم، للشفاء، نعم، حوراء، وعلية، علية بنت غازي. أيضا عندنا الحاجة أم رائد، وإيناس، نعم، ورافد، ورنا، نعم، ومصطفى، ومرتضى. أيضا للتوضيح أحبة المشاهدين، الرسائل اللي تجي على واتساب أو التليجرام أو الفايبر الخاص بالأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، الأخوة موجودين خلف الكنترول أو خلف الكواليس يكتبون بالأسماء، وإن شاء الله راح يزودونا بها، ومن ثم إحنا نكتبها على راية الإمام الحسين عليه السلام. فكونوا بانتظارنا لكتابة الأسماء. نعم سيد مصطفى، وين وصلنا؟ ومرتضى. مصطفى ومرتضى، نعم، وفاطمة، ورقية، نعم، وانتصار، نعم، ومنتهى، وأم ضياء، وفرح تعبان، فرح تعبان، ولطيفة، والحاجة نهلة، نعم، والحاجة شذا، وأم علي الصافي. نعم سيدنا، لو نتوقف لبعض اللحظات عن كتابة الأسماء، ونوضح للسادة المشاهدين عن أهم البرامج اللي قدمناها أو قدمتها قناة الإمام الحسين بمجموع اللغات اللي تبثها للسادة المشاهدين.
والله اكثر البرامج اللي كانت انه تنبث بالنسبه للقناه كانت اكثريتها انه من خارج كربلاء، من خارج استوديو البث اللي حاليا احنا به، كانت عن طريق الطريق اللي موجود مقر القناه اللي طريق نجف كربلاء عند عمود 1114. حسينات علي الاكبر، مقر مجمع علي الاكبر، ومسبقا انه كان اكو ايضاح لهذا البرنامج، كانت انه ايضا هذا المقر انه اشتريناه بجهود الاخوه اللي شاركوا وساهموا وتبرعوا ودعموا هذا المكان، فصار انه مقر للقناه هناك. ايضا هذه خطوه مهمه، اي اكيد اكيد مشاركتهم هذه صوت الامام حسين، نعتبر انه مشاركه مشاركه المتبرع مع من اول يوم سفر الى نهايه سفر بنقل البث المباشر لزوار الامام الحسين. صح بلي، وكان انه التغطيه باللغه العربيه، باللغه الانجليزيه، باللغه الفارسيه، بلغه الاردو، وايضا باللغه التركيه. فكانت انه شلون يعني شلون اقول لك، انه كل ساعه فد برنامج معين وناخذ انه فاصل، الفاصل يكون بث مباشر كامل انه عن طريق الزوار، انه ماكو برنامج حتى استعدادا تعرف انه تراوح بين الساعات مثلا، يعني بطريقه انه خلينا نقول بامريكا انه فارق الساعات الاوقات اللي عندنا، لازم مثلا انه نبث بالليل حتى انه يطلع الصبح عندهم. نفس الحاله تركيا، ونفس الحاله انه باقي الدول انه من باكستان او الهند. فكان الحمد لله هناك توفيق، كان اكو توفيق كبير، والحمد لله والشكر انه ايضا اهل المواكب كان اكو تجاوب ويانا. وكانوا انهم موفرين انه كل الشغلات اللي نحتاجها، انه مقصرين عنا صراحه. والحمد لله والشكر انه طلعنا بانتاج قد يكون انه رفعت راس انه سيد مقابل سيدي ومولاي ابي عبد الله الحسين عليه السلام. سيد، بخصوص هذه البرامج اللي تبث على قناه الامام الحسين وكل النشاطات هذه بجهود الاخوه المساهمين الداعمين لقناه الامام الحسين، مشكور جهودهم. الله يوفقهم طبعا يا رب دائما وابدا. هذا المنبر من قناه الامام الحسين لمساهمتهم بايصال صوت الامام الحسين عليه السلام. خلي نروح فاصل ونتواصل وياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر القناة على هذه الإيضاحات وتبصير صوتنا من خلال القناة الموقرة الجميلة، القناة الذي كل العراقيين أكثر أغلب العراقيين يستمعون إليها ويقرون ماذا تبعث لهم من رسائل حلوة وجميلة. نسألكم الدعاء ونقلدكم الزيارة، وهاي القناة اللي الذي يعني ما تنوصف بأي وصف، يعني شو ما توصفها ما تقدر توصفها، القناة حلوة وقناة يعني كلش محترمة. نسألكم الدعاء مرة ثانية. سيد يوسف الطبطبائي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم زوار أبا عبد الله الحسين، السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين، بأبي أنت وأمي ابن رسول الله. السلام عليك أبا عبد الله، السلام عليك من أرض الغربة من كندا، السلام عليك سيدي ومولاي، وإلى جميع زوار سيدي ومولاي الإمام الحسين وأبي الفضل العباس. نقلدهم الدعاء والزيارة وكل الشكر والامتنان والتفضل علينا إلى قناة الإمام الحسين عليه السلام بهذه الخدمة التي تواصل وتمد الجسور بيننا وبين سيدنا ومولانا الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزور سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين عن إمامي المهدي عبد الله فرجه الشريف، وعن جميع شيعة أمير المؤمنين حياهم ومواتهم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا أيها شهيد المضمون، السلام عليك يا أخ الحوراء زينب، السلام عليك يا من ضحى بنفسه وعياله وأهله فداء الله في سبيل الله. أزور سيدي مولاي أبي أبي الفضل العباس عليه السلام، السلام عليك يا أبي الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول قوم إسلاما وقدمهم إيمانا،
السلام عليك يا سيدي مولاي أبي فضل العباس. شكرا لكم، إن شاء الله بتوفيق الجميع. لا تنسونا في الدعاء والزيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله ضاعت من يشاء. أتاح الفرصة إلى محبين الإمام الحسين عليه السلام للمشاركة تبرعاتهم المادية لإيصال صوت الحق ونور الحسين إلى أبعد مكان في العالم. شكر لكل من ساهم وشارك، وأسهل السرور بقلب مولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم احبتي المشاهدين مجددا، ومتواصلين وياكم مع برنامجكم مع الحسين. مثل ما شفتوا بالفاصل، بامكانكم ايضا ارسال رسائل عبر الواتساب لقناه الامام الحسين الفضائيه ليتم عرضها على شاشه قناه الامام الحسين الفضائيه. راح نستمر وياكم بكتابه الاسماء، وايضا وردتنا الآن الكثير من الأسماء التي رسلت إلى قناة الإمام الحسين عبر الأرقام الموجودة أسفل الشاشة، وبإمكانكم أيضا إرسال الرسائل أو الاتصالات للمشاركة بالبرنامج. سيد، هذه الوجبة الجديدة خلال الأسماء، خلينا نكتبها. نعم نعم، نبدأ بزهور. زهور مسلم القاضي. زهور، نعم، زهور مسلم القاضي. محسن، زهور مسلم القاضي. وموسى محمد. مسلم محمد. مسلم محمد، نعم. وموسى محمد. وإقبال أيضا محمد. لا لا، إقبال، نعم نعم. ونور بنت فاطمة، نعم. وفريدة عبد الأمير، نعم. وأم أمجد من أمريكا، ونور الهدى، وهيثم هادي، ونسرين، ومصطفى الحسيني، ويقين، وعلي، ورباب، ورقية، وحوراء، وجنان، فاضل من البصرة، نعم. وسحر عبود، وياسمين، وأيضا هدى وخلود، ودعاء، دعاء ضياء، وفاتن محمد، وسجا، ورياحين، ويقين، وأيضا رؤوف، عادل أمجد، محمد علي الصافي، ومصطفى علي، وأم فاطمة من النيل. أم فاطمة، نعم، من النيل. وفاطمة، وعبد الهادي، وعباس عبد الحسن، وخلود، ودعاء، أيضا عندنا نور الهدى،
وعلي كاظم. علي كاظم يحيى ومرتضى من النجف. نعم سيدنا، خلي نوضح للسادة المشاهدين عن كيفية إرسال الرسائل لقناة الإمام الحسين والمشاركة به. أول خطوة أنه أساساً الأرقام ظاهرة على الشاشة، أسفل نعم. الشاشة يقدرون عن من خلالها. طبعاً هي أكو فد مشكلة حالياً بالوقت الحالي لصعوبة توفر الإنترنت. نعم. والله يساعدنا ويساعدهم أنه باستقبال الرسائل ومعاودة إرسال الرسائل لهم، أنه نعم. هم صاروا أنه أحد المشتركين ويانا. طبعاً أكيد هذه مشكلة هسه صارت بعموم العراق من فترة صح يعني من فترة التظاهرات صح لحد الآن صار حجب على الإنترنت صح صح وصار صعوبة تواصل يعني مع القناة ومع أنه شو صار أنه تواصل أنه صعب جداً يعني أنه إلا أنه تفتح الإنترنت وشغل وبعض البرامج الـ VPN وهاي نعم. يلا أنه تقدر أنه تدخل على البرنامج. نعم. وكثير يعني انه من الرسائل انا طبعا هسه حاليا ما دام انه شلون استغل الوقت ما دامنا على البث المباشر اكثر من الرسائل اجتني اني على مود انه مال الاسئله والاجوبه الشرعيه نعم. توصلني رسائل اكتب لهم انه ما اقدر انه اجاوبهم، انتظر انه يعني من خلال يومين يلا توصل لهم رسائل. نعم. اولا نعتذر، ثانيا انه احنا الرسائل دي نقراها اول باول، بس صعوبه معاوده الجواب عليكم لسبب عدم توفر النت، وإن شاء الله يا رب تنحل هذه المشكلة. نعم أكيد هذه من خلال أيضا الاتصالات، ممكن صحيح الاتصال صحيح المباشر صحيح يحل هذه نقدر القضية. أنه نحل هذه المشكلة صحيح، بس مثل ما بلغناكم أنه الأسماء الأرقام ظاهرة أسفل الشاشة، ما عليكم إلا أن تكتبون أنا مع الحسين. نعم. راح أنه نقرأ الرسائل وناخذ من عندكم معلومات، المعلومات الأولى أنه من أي محافظة أو من أي بلد. الشغله الثانيه الاسم الثلاثي لكم، حتى انه في حال اي يوم يعجبكم انه نكون نائبين عنكم بالدعاء والزياره ما عليكم انه بس مجرد انه تكتبون مثلا انه نسالكم الدعاء. نعم. الاسم موجود متوفر عندنا ايضا بعد سيد بامكانهم التواصل عبر صفحه قناه الامام الحسين. اكيد الفيسبوك. اكيد 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 اكيد. العفو يمكن على ما عدنا صورنا اتصال. عندنا اتصال ام حسين، اهلا وسهلا يا ام حسين. ام حسين من الناصريه، اهلا وسهلا يا ام حسين، السلام عليكم. ام حسين من الناصريه، السلام عليكم يا ام حسين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك يا ام حسين، شلون صحتك؟ والله الحمد لله الحمد لله، الله يحفظكم ان شاء الله. الله يسلمك وحفظك. والحمد لله من عودت علينا شفناكم. اي والله فتره الحمد لله ان شاء الله احنا ما راح ننساكم من الزيارة وكتابة أسماءكم إن شاء الله. وقناة الإمام الحسين هي متواجدة إن شاء الله لخدمة المجتمع وخدمة خدمت الإمام الحسين عليه السلام. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يسلمكم. الله يحفظكم إن شاء الله. نعم. أي والله نزور الحسين إن شاء الله. إن شاء الله طبعا خلفي الإمام الحسين عليه السلام بإمكانكم الزيارة. نعم تفضلوا أنتم على الهواء. أم حسين إذا تنصص إذا نعم تنصين نعم. صوت التلفزيون وتسمعيني من الهاتف يكون الصوت أوضح. إن شاء الله. نعم تفضلي تفضلي بالزيارة أنت على الهواء. الحمد لله والشكر الله يعطيكم الله. أي والله محرومين. الله يعطيكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. والله يعطيكم والله يحفظكم والله العظيم. اليوم خبروني في الفرح قالوا اليوم ان شاء الله اليوم بث مباشر. نعم. الحمد لله والشكر اللي رجعنا لكم وسمعنا صوتكم وزورتوني والحمد لله والشكر. الله يسلمك. نعم. الله منطيناها الحمد لله والشكر. الحمد الله لله. وخليكم. لا يحرم ان شاء الله نعدكم. الله يسلمكم. اي والله الله نعم. يحفظكم ان شاء الله. الله يحفظكم. الله يسلمك. نعم ام حسين. شكر جزيل. ام حسين. نعم. هذه البرامج اللي تنبثها بما فيها برنامج كن مع الحسين أو أنا مع الحسين وبقية البرامج اللي بداية الحلقة وضحت عن منجزات قناة الإمام الحسين خلال فترة محرم وسفر، هذه كلها بجهودكم ومشكورة جهودكم. نعم. هذا بجهودكم وجهود الأخوة المساهمين في دعم قناة الإمام الحسين. الله يسلمك ويحفظك. شكرا لك ولاتصالك يا ام حسين. اشكركم. ايوه اشكركم ونعم الله عليكم. الله يسلمك وان شاء الله سيد عماد ايضا يكتب الاسم
اسم ام حسين ايضا. نعم انا ويا السيدة على راسي خالتي العزيزه الله يسلمك. نعم وياك ويا السيد عمر الله يسلمك. حياك الله يوم شلون صحتك؟ الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك. مشتاقين جيتك مشتاقين جيتك. طبعا ام حسين انا مسبقا انه التقيت بيها جت الكربلاء ان شاء الله. هم التقينا بيها اغلب مشاهدينا هذه قناه الاسره ان شاء الله يوم ان شاء الله يوم ان شاء الله يوم ان شاء الله ما ننساكم ان شاء الله ما ننساش من الدعاء ان شاء الله. خاله ام حسين ام حسين ام حسين تسمعيني ام حسين تسمعيني وياي؟ انا اسمك اسمك بالنسبه لي كتبت على الرايه. عندك اسماء تحبين تضيفيها؟ اي والله اسم ابني وليد وعقيل ونبيل وجعفر واحمد وليد وبناتي عقيل بس يوم يوم وياي على الخط. وليد عقيل بعد جعفر وعقيل ونبيل وجعفر واحمد احمد بعد احمد وبنات يسر ونور نور بعد ويسر يسر وعائلتي كلها حتى شنعني يعني والعائله والاهل يوم والاهل الله يحفظك والارحام الاحياء والاموات. اي والله اريد منكم صلاه ركعة للمرحوم ابونا خادم الحسين خالد غازي. هذه قبل هذه تؤمري خادم الله يسلمك يا ابو القلب صراحه. الحاج الحاج خالد مازي خالد أيوة ماجد عندك ان شاء الله المرحوم الحاج ان شاء الله يمه ان شاء الله على راس التمرين. شكرا لك يا اخت ام حسين. ولا راح انساك ولا راح انساك ولا راح انسى كل خدمه الحسين عليه السلام ولا اي واحد من متابعينه. على راسي على راس التمرين. هذا واجبي هذا واجبي هذا واجبي. لنا الشرف لنا الشرف بجيتكم حياكم الله. ايش وقت متواصلون؟ نعم وأبواب قناة الإمام الحسين مفتوحة أمامكم وأمام السادة المشاهدين بأي وقت. يعني للعلم السادة المشاهدين كثير من السادة المشاهدين أنه يعرفون مقر قناة الإمام الحسين هو بين الحرمين بين الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس. وبأي وقت مرحب بكم وأهلا وسهلا بكم بقناة الإمام الحسين عليه السلام. شكرا لاتصال الأخت أم حسين من الناصرية. سيد خلي نكتب بعض الأسماء على مود أيضا نوضح للسادة المشاهدين بأنه قبل ختام الحلقة يعني بعد هذا الفاصل اللي راح ناخذه وكتابة الأسماء نتوجه إلى قرعة خاصة بالمشتركين الداعمين لقناة الإمام الحسين الفضائية. وأيضا ستكون هذه القرعة هي مفاجأة سنعلن عنها في الحلقة المقبلة. يعني خليكم ويانا بكتابة الأسماء وإن شاء الله راح نستمر بعدها بالقرعة. نعم الله. سيد إن شاء الله. أيضا عندنا كرار علي. نعم. وطارق طارق علي علي. وهادي عبد وملاك ملاك حسين. نعم نعم. وإبراهيم إبراهيم خليل. نعم نعم. على ما أعتقد أنه أكو أسماء جديدة بإمكان. تفضل يا ابني تفضل سيد عماد إذا تأخذ هذه الأسماء على مود نسجلها قبل الفاصل الأخير. نعم خلي اللحق نكتبها قبل الفاصل الأخير إن شاء الله. إن شاء ونتوجه إن شاء الله إلى القرعة. أحمد كامل وزينب جبار ووسام وراشد وإسراء. وسام نعم راشد جبار. أيضا عندنا اتصال هاتفي إلهام من البصرة. نعم إلك يا سيد إلهام. إلهام لا اتصال عندنا اتصال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله أختنا إلهام وأسعد الله أيامكم وبولادة نبي الرحمة أبو القاسم محمد. الله يسعد أيامنا وأيامكم وأيامكم في كل خير. الله يسلمكم. شلونكم أختنا؟ وعليكم خويا مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا أخت إلهام شلونكم شلون صحتكم؟ الله يسلمك الحمد لله. الله يسلمكم. أسعد الله أيامكم بذكرى ولادة نبي الرحمة محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. الله يسعد أيامنا وأيامكم. الله يسلمكم. احنا الله يسلمكم. احنا سعيدين جدا بالتواصل وياكم من خلال برنامج كن مع الحسين وتسجيل أسماءكم. وسبق وأيضا أن تواصلنا معكم بالحلقات السابقة. اي صحيح إن شاء الله. نعم.
نعم، مثل ما وضحت أني، نعم مثل ما وضحت قبل قليل أنه قناتنا أو قناتكم قناة الإمام الحسين هي مستمرة ببثها بجهودكم وجهود الأخوة المساهمين لقناة الإمام الحسين، وإن شاء الله ما راح نتوقف، وأيضا راح نوصل أبعد من هذا المكان اللي وصلنا له بجهودكم إن شاء الله، وما راح ننساكم من كتابة أسماءكم على راية الإمام الحسين، وأيضا قدامك دقيقة أو دقيقتين لزيارة الإمام الحسين عليه السلام بما أنه أنت اتصلتي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى ولاية الحسين وعلى أنصار الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا سيد مولاي أبو الفضل العباس. السلام عليك يا سيد مولاي أبو عبد الله الحسين. السلام على الحوراء زينب رحمة الله وبركاته. أخويا مصطفى ردك تندعينا بطلاء الحوائج إن شاء الله مقضية حوائجكم، أريدك تسجل اسم مرة ثارثي، أريدك تسجل إسامينا وتندعي الأخوان والصوات بالذرية إن شاء الله الذرية الصالحة. وسيد عماد أختي إلهام من بعد رخصة أخويا مصطفى نعم. عماد. على رأسي دادي أختي إلهام، إذا ذكرنا اسمك الأسماء اللي عندك ردي لياهن خلينا نكتبهن. سجل اسم بنين بقضاء الحاجة. بنين إن شاء الله حاجتها مقضية إن شاء الله. واسم زمان. نعم اسم زمان. جنان إن شاء الله. بلي زمان 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 عذرا زمان, زمان. بلي وحسين وفاضل. حسين وكاظم أو سار فاضل. فاضل فاضل كاظم وفيبهم لا فاضل 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 وهبة مروة. هبة مروة ومروة مروة إن شاء الله. بعد عندك أسماء أخرى؟ والدتي ووالدي. نعم أساميهم والوالدة أبو عادل ومعادل. أبو عادل ومعادل ومعادل. وشكرا لكم وشكرا للقناة وشكرا الجميع. الله يسلمكم إن شاء الله يا رب. شكرا لاتصالك يا أخت إلهام من البصرة. أحبتي المشاهدين خلونا نروح الفاصل ومن ثم ننتقل إلى القرعة. فاصل يلا خلي ننتقل لسيد عمادنا القرعة إن شاء الله. سيد عماد نعم هذا هو هذه اسماء الاخوه. سيد عماد لو توضح عن هذه بس الاسماء. بس انا اريد منك انه توضح شلون وصلت هاي الاسماء هنا وشلون نعم. تم كتابتها وشنو فكره ذي الاسماء انه منو اللي كان يعني نعم. انه كتب ذي الاسماء. طبعا سيد هذه الاسماء هي الاخوه المشتركين الداعمين لقناه الامام الحسين نعم. نعم. ومن مختلف دول العالم ومختلف المحافظات كل من ساهم بدعم قناة الإمام الحسين أيضا والمتواصلين بدعم قناة الإمام الحسين وجدت أسماءهم هذه من خلال حفظها بقسم المالية وأيضا يعني قررنا أن هذا حاليا كل اسم أنا هسه حاليا ما له علاقة بالقرعة نعم نقول كل اسم كائن من يكون مثلا بس هذه الأسماء لازم نعم هذه الاسماء لازم مثلا هسه هنا عندنا حسن كاظم انه ما حاليا انه لا مدعنا عن القرعه ما لنا علاقه بالقرعه نعم مثلا هذا الاستاذ هسه هنا حسن كاظم عنده هنا فد رقم هذا شنو هذا الرقم هذا الكود هذا خاص بي خاص بالمشترك كل مشترك عنده يعني كنت تسلسل اله من المشترك هذا تسلسل اله خاص بالمشترك المحافظه اللي هو بيها المحافظه اللي هو بيها يعني مشترك بدعم قناة الإمام الحسين. كثير من الأخوة المشتركين الداعمين هذه أسماءهم موجودة هنا ويانا. قررنا أن نسوي لهم قرعة بني. مثل القرعات السابقة, السابقة نعم هذه راح نجريها إن شاء الله. الفائز راح تكون مفاجأة إلى إن شاء الله الإعلان عنها مفاجأة ماكو أحلى من مفاجآت قناة الإمام الحسين إن شاء صح الله. أنه مو المفاجآت الكبرى اللي يتوقعها مثلا أنه سيارة نعم أو من الجوائز الكبرى بس ان شاء الله يا رب انه تكون فشي انه يرضيه فشي انه اللي يرضيه وان شاء الله يا ربي خلينا نقول شلون ما لا اكيد طبعا ان شاء الله يا رب احنا بالنسبه لنا الهديه الكبرى من قناه الامام الحسين دائما وابدا الدعاء لهم عند حرم سيدي مولاي وجدي ابي عبد الله الحسين وعمي ابي الفضل العباس عليه السلام احلى هديه هاي وإن شاء الله يا رب الهديه القادمه تكون اكبر نعم. ان شاء الله يا رب تكون اكبر ان شاء الله ان شاء الله. سيد خلينا نجري القرعه زين يصير بها غش لا ما يصير طبعا احط اسمي واشر عليه واختاره حباب نهائيا ما يصير حباب حباب ابد ما يصير
يلا سيد يلا استاذ سجاد عذرا الوقت ايش قد عندنا خلينا نسلع قلب المشتركين شويه يلا. يعني ايش قد بعد باقي لنا تقريبا سبع دقائق تقريبا خمس دقائق خمس دقائق يلا كافي تشلع قلبهم بيها يلا احنا لا بالبدايه هو قلت لهم شلعت قلبهم من البدايه لما قلت لهم بانه الاعلان عن الفائز بالحلقه القادمه ان شاء الله اكيد اكيد استاذ مصطفى انا اسحب له انت تسحب لا تفضل طيب سؤال اسم واحد لو اثنين اسم واحد زين هو هسه قاعد يتابعنا لما يتابعنا اللي راح نسحب اسمه دشوفنا سيد اكيد يتابعنا نعم هاك القلم تفضل بس لازم ان شاء الله هسه نخبطهن 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 طيب سؤال اللي راح يطلع اسمه انا ايش قد حصتي يلا سيد سيد يلا اسحب لك اسم بها مجال شويه تجيب بس ملح. لازم ملح ملح ما يصير تباوع لازم تباوع على الكاميرا عشان ما يصير غش تطلع السحبه ماسخه اخوانا طبعا اعتذر منكم بس يسوى عندنا خمس دقائق وخلص حكي وانا خلصت كلام نعم يلا يا سيد اسحب اسم بعد او تحب اني اسحب يلا نسحب يلا قرر اختارك وحده بسم الله الرحمن صلى على محمد وال محمد صلى على محمد وال محمد هذا الاسم تفضل سيد الزم دنيا اخر شوي يا احباب اسلع قلبهم خليه خطيه حسن علوان تفضل حسن علوان مالك الياسري من كربلاء حسن علوان مالك الياسري من كربلاء الاخ الفائز ويانا مبروك الف مبروك فزت ويانا طبعا مثل ما وضحنا انه الاعلان عن الجائزه الاعلان عن الجائزه سيكون بالحلقه المقبله ان شاء الله راح نتواصل وياكم اكيد عبر الارقام الموجوده اسفل الشاشه يعني مو اللي هنا وخلصت الحلقه ان شاء الله بامكانكم التواصل مع قناه الامام الحسين من خلال الاتصال بقناة الإمام الحسين الفضائية أرقامنا موجودة وكثير من السادة المشاهدين متواصلين ويانا سابقا من خلال الرسائل أو الاتصالات لغرض كتابة أسمائهم على قناة الإمام الحسين أو راية الإمام الحسين عليه السلام وشكر خاص للأخوة المشتركين الداعمين لقناة الإمام الحسين الفضائية اللي فضلهم استمر البث ودا يتطور إلى خمس قنوات في مختلف دول العالم نعم سيد عذرا طبعا وصلت رسائل للبرنامج من المشتركين من المشتركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة إلى كادر قناة الإمام الحسين عليه السلام ونشكركم الشكر الجزيل لما تقدمونه من البرامج وعلى الخصوص برنامج توضيح المسائل لما فيه من أمور كنا في غنى عنها ومن خلاله تم التعرف على تعاليم ديننا والحمد لله أنكم قد قمتم بجعل لنا أرقام يمكننا من خلالها التواصل أكيد إن شاء الله يا رب هاي الأرقام دائما أنه موجودة ودائما أنه الكادر يكون بخدمتكم دائما أنه يكون بخدمتكم تعرف من خلالها ما نحتاج من الأجوبة والمسائل الشرعية تحياتنا لكم بالتوفيق ودعواتنا لكم إلى الأخ مصطفى وسيد عماد الحكيم نكون بخدمتكم دائما وأبدا وشكرا نشكركم الشكر الجزيل للتواصل معنا على هذا البرنامج إن شاء الله نكون بخدمتكم دائما وأبدا ودعواتكم لنا في حرم سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين وأخيها بالفضل العباس أخوكم فايق رضا من الناصرية سيد خلينا وبعد طبعا عندك رسائل ان شاء الله بالحلقات القادمه انه نحب انه من عندكم هيك رسائل حتى انه نعم. ايضا نعتبرها ك نعم شكرا لفاصل صغيروني الاخوه اللي رسلوا هذه الرسائل وتواصلوا ويانا ان شاء الله ما راح ننساكم من الزياره والدعاء وكتابه اسماءكم على رايه الامام الحسين عليه السلام إلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج كن مع الحسين تحياتي لكم أنا مصطفى جواد وسيد عماد نلتقيكم إن شاء الله الثلاثاء المقبل إلى اللقاء يا حسين انت بحياتي لا اليوم ولا أنيس سيدي العيشة بدونك والله ما تسوى فيليس الهوى ما اشتم انا انت لو ما بي احيس والله لو ما يضوى وجهك ما شفيت نور الشمس
وجهك مضويها انت لو ما بيها والله ما زاويها حفنتي تراب وجهك مضويها انت لو ما بيها والله ما زاويها حفنتي تراب حفنتي تراب.